السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زوار ورواد فضاء الذكرى التاريخية لمقاومة تحرير مكناس والصفحة الرسمية للنيابة الإقليمية للمقاومة وتحرير مكناس. رسائلنا اليوم في هذه الورشة اللي دائما تنقوم بها أو كمثيلتها باش نغيروا يعني الستيل وناخذوا هذه الذكرى كمناسبة باش نعرفوكم الفضاء ديالنا اللي هو فضاء الذاكره، ونحاولوا نديروا واحد الجوله افتراضيه قصيره في الفضاء اللي تشوفوا الان. هذا فضاء الذاكره الداخلي للمقاومه المصريه اللي كما تشوفوا انه تكون او تحتوي على عده صور للسلاطين العالميين وكذلك لاليات وادوات واسلحه الان انتم تشوفوا. والذكرى اليوم هي ذكرى 68 لانطلاق اولى عمليات جيش التحرير بشمال المغرب. جيش التحرير هذا اللي بفضل الله ثم بفضله اللي كان فيه رجالات اقوياء بواسير قدرنا اننا ناخذ الاستقلال ديالنا ونحرر اراضي ديالنا المستعمره. الان بهذه المناسبه الذكرى ان كل طفل كفيف انه يمكن له انه يجي يقرا كتاب الطفل. كتاب الطفل اللي هو عباره على قصص صغيره مبسطه وطريقه باش يقراها سهله مبسطه، وهي الورشه ديالنا ديال اليوم. انتقلوا جميع نمشيو للخزانه اللي تتحتوي على هذه الاصدارات والكتب. كما تشوفوا الطريقه كيف ما تمشي كيف هي هذه العصا البيضاء ديالي. هذه فقط تحفيز لكم اطفالي الاعزاء والكفيفين الشباب باش انكم تزوروا هذا الفضاء، لان كاين الولوجيات الحمد لله دابا ولينا نقدروا اننا نتحركوا يعني في الفضاء. ها هنا اننا غادي ندخلوا للقاعه الخزانه كما شفتوا انا اللي تحركت بطريقه سهله. الان انا في الباب ديال الخزانه. هذه هي الخزانه ديالنا وقاعه المطالعه. هيا بالنسبه لكم بان قاعه المطالعه فيها مجموعه من الاصدارات يعني قيمة. الإصدارات طبيعي الحال ما تلقاوها حتى في شي مكان إلا ها هنا وفي بقية الفضاءات ديال التراب الوطني. والقصة اليوم اللي غنهضرو عليها كما قلنا هو قصة لكتاب الطفل. العنوان ديالها هو صراحة عنوان رائع محفز اسمه مثلث الموت. الآن غادي نشوفو جينا مباشرة الخزانة والقصة هنا تتكون هي هذه. هذا هو كتاب الطفل مثلث الموت. إذا الورشة ديالنا نشوفوا هذا الكتاب اللي هو مكتوب أو مطبوع بطريقة عادية، كيفاش نقدروا نقراو حنايا كفيفين وضعاف البصر، وكيفاش تقدروا تقراو نتوما أطفالي الأعزاء بطريقة سهلة. تبعوا معنا الورشة الأخير ونتمنى أن هذا الفيديو يرافقكم. إذن هانتوما الآن كيف ما تتشوفوا حنا أمامنا الآن كتاب الطفل مثلث الموت. هذه الواجهة ديالو أو الغلاف ديالو. نقدروا أننا الآن رغم أننا كفيفين ما تنشوفوش، نقدروا أننا هاد الكتاب اللي تنقلبوا الصفحات ديالو نقدروا اننا يعني ناخذ صور ليه. غالبا تكون في هذه الصفحه التقديم ناخذ صور لهذا الكتاب. والان هانتوما تشوفوا وهاد الصفحات بعد ما ناخذ صور ديالهم نقدروا انهم نقراوهم بطريقه جد سهله باستعمال واحد البرنامج اللي هو الان يعني بالمجان سميتو اونفيزيون. باش ما نطولش عليكم يكفي انكم شفتوا هنا الصفحات الاولى او عفوا يعني بالنسبه لضعاف البصر انهم قدروا يشوفوه. نتوما غادي تقراوهم هذو الصفحات الاولى. غادي نوقفوا لا فيديو وندوزو مباشره باش اننا نقدروا ناخذ الصور. اذا الان احنا وصلنا لمرحله شبه او ما قبل الاخيره اللي هي ناخذ فيها الصور. الصور ديال الكتاب ديالنا كتاب الطفل مثلث الموت. نمشيو مباشره لاباري فوتو
Sélecteur d'app photo activé. Appareil photo activé. Regardez. Zéro perte. Appareil viseur. Mise au point déverrouillée. Image. Un étui de jeu vidéo sur une surface en bois. Alexa AI. 0,5x. Une personne tenant un livre avec une illustration d'un groupe. Prendre une photo. Bouton. On a action disponible. Texte détecté. Un visage au centre. Texte détecté. Texte détecté. Texte détecté. Texte détecté. Zéro personne. Texte détecté. Texte. Prendre une photo. Bouton. Action disponible. Macro. Macro auto détecté. Texte détecté. Texte détecté. Texte détecté. Texte détecté. Macro auto détecté. Macro auto détecté. Prendre une photo. Bouton. Action disponible. في انكم تمرنوا على هذه العمليه وتمر بنجاح. تكست زيرو بيرسون. باش ما نطولوش الان وصلنا للعمليه الاخيره. غنخرجوا مباشره من هذا السؤال وغنمشيو لاباري فوتو ديالنا. عفوا سيليكتور دا اباري فوتو اكتيفي. اباري فوتو اكتيفي. اكسيون ديسپونبل. Photo, live photo, live photo, inoui, 4G, élément modifié, inoui, 4/4G, élément de la enregistrée récente, bouton de retour, récente, bouton de retour, vidéo, heure, 12, 13, sélectionner, bouton, sélectionner, estompe, annuler, barre d'outils, supprimer, estompe, sélectionner des éléments, partager, estompe, 72 photos, live photo, heure, 12, 47, un livre ouvert avec un texte noir. Live photo, heure, 12, 46, sélectionner, live photo, heure, 12, live photo, heure, 12, 47. Sélectionner, live photo, heure, 12, 47. Sélectionner, live photo, heure, 12, 47. Un livre ouvert, barre d'outils, partager, bouton. Trois photos sélectionnées. Trois photos sélectionnées. Mail, bouton, web business, WhatsApp, drive, WhatsApp, bouton, copier, ajouter, ajouter, copier le, exporter, créer un cadre, imprimer, ajouter à une, enregistrer dans, en vision 8, bouton. En vision 8. والعملية الآن هي تدوز أمامنا لونفيزيون دوك تليفون سوباكا سوباكا سيليكتور دانفيزيون أكس أنفيزيون أكتيفي أفيرتيسمون دوكيمون سكاني أن تيت أول تيدوز لونفيزيون تعطينا دوكيمون سكاني وغيقراه لنا الان بصوت مرتفع بعد ما يقوم بهذه العمليه هذه ديال المسح. المساله شي شويه طويله ولكن لا ديسكريبسيون لسنسترز نبيو فنت بستر جيمرز تكست ديتكتي احمد وعبد السلام البقالي مثلث الموت قصه انطلاقه جيش التحرير المغربي نشر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. La description. ريتمن. تكست ديتكتي. تقديم ما هندل. إل. لم تكن الكتابة عن تاريخ الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير موجهة حكرا للمجتمع الراشد والمهتمين من دارسين وباحثين، بل شكلت محور اهتمام فئات واسعة من الأطفال والناشئة المتعطشة مست لمعرفة تاريخ بلدها المجيد برجالاته العظام وأبطاله الأشاوس. وفي هذا المضمار أولت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير عناية كبرى بأدب وثقافة الطفل وأفردت لهما مكانة متميزة في مجهود النشر والتأليف الذي تقوم به غايتها من ذلك إشاعة رسالة الوطنية والمقاومة في صفوف الأجيال المبادئ الصاعدة والمساهمة في تربيتهم وتلقينهم الوطنيات ومواقف المواطنة الإيجابية وتجدير الروح الوطنيات وحب الوطن والاعتزاز بالانتماء الوطني فيهم لنهضوا برسالة ويواصلوا حمل مشعل البناء والنماء. ميل. لا ديسكريبسيون. لسنسترز نبيو فنت بستر جيمرز. تكست ديتكتي. وإعلاء صروح الوطن قليلة هي الأعمال الإبداعيات الموجهة للطفل التي يعاد طابعها إذ يعتبر أدب الطفل إحدى الأجناس الأدبية الأكثر تعقيدا نظرا لخصوصية متلقيه فبين آلم إكراهات وجوب توفر سرد جذاب وسالب للخيال ووسلاسة لغوية سهلة وممتعة قادرة على إيصال المضمون الإقئلش خمسة دون الإخلال بجمالية النص وعنفوانه
تكمن احترافية الأديب وقدرته على النزول إلى عالم الأطفال واختراق خيالهم المطلوب بأنماط تواصلية متنوعة الوسائل. وإذا ما أدفن إلى هذه المشاق صعوبة نقل أحداث تاريخيات وتنزيلها في نصوص سردية تراعي الدقة التاريخية وسهولة اللغوية وتشويق الدرامي، اتضح بجلاء المجهود الذي بذله الأستاذ أحمد عبد السلام البقالي في مؤلف مثلث الموت في طبعته الأولى الذي لقي استحسانا. الآن شفتوا بالونفيزيو قدرنا نقرأ، حاولت يعني انا تعمدت انني نوقف يعني القراءه باش ما يجيكمش لا فيديو طويل. نتمنى ان هذه الورشه اللي هي كانت مختلفه على سابقتها تنال اعجابكم، ودائما فضاء الذاكره التاريخيه المقاومه التحرير بكناس فاتح الابواب ديالو، كما الان حنا الان فاتحين ابواب مفتوحه، عندنا ابواب مفتوحه من 2 حتى ل 6 هذا الشهر اكتوبر. مرحبا بكم، اكتشفوا يعني المكتبه خزانه الفضاء، وإلى اللقاء في ورشة جديدة. كان معكم أخوكم حسن العيوني من فضاء الذاكرة التاريخية لمقاومة التحرير بكناس.